نعم، نتحدث عن 5 صواريخ أطلقت من لبنان خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة نحو وسط إسرائيل، نحو شمال تل أبيب ومحيط مدينة تل أبيب ومنطقة تل أبيب الكبرى. عدد من هذه الصواريخ سقطت في مواقع مفتوحة وفق بيان الجيش الإسرائيلي، فيما تم اعتراض جزء من هذه الصواريخ. هناك بلاغات أولية عن سقوط شظايا صاروخية في بعض المواقع دون وقوع إصابات، تسببت بحريق على ما يبدو في موقع واحد على الأقل، بالإضافة إلى بعض الأضرار المادية، لكن لا أكثر من ذلك خلال هذه الرشقة الصاروخية. اللافت أن هذه هي الرشقة الصاروخية الثالثة الموجهة لتل أبيب لمنطقة وسط إسرائيل لهذا اليوم. الأولى كانت من قطاع غزة، الثانية كانت من اليمن، والآن من تل أبيب. خلال ساعات قليلة تل أبيب تستهدف من 3 جبهات مختلفة برشقات صاروخية مختلفة. من قطاع غزة كانت الرشقة الصاروخية أيضا مكونة من 5 صواريخ، وشهدت سقوط صاروخ واحد على الأقل في منطقة حلون، بالإضافة إلى عدد من الشظايا في مواقع متفرقة. من اليمن دوت صفارات الإنذار في نطاق واسع جدا من بلدات وسط إسرائيل في محيط تل أبيب، وصولا حتى مناطق قريبة من القدس، وشهد يعني عمليات التصدي تسببت بشظايا أيضا في بعض المواقع، ولكن دون وقوع الصاروخ بصورة مباشرة. الجيش الإسرائيلي تحدث عن اعتراض صاروخ واحد من اليمن، أما الحوثيون فتحدثوا عن إطلاق صاروخين. بالتالي نتحدث عن 12 صاروخا أطلقت اليوم نحو تل أبيب من 3 جبهات مختلفة، وهذه ربما سابقة خلال هذه المعركة، خلال هذه المرحلة من التصعيد، أو حتى بصورة عامة خلال الحرب المدمرة القائمة منذ 7 أكتوبر وصولا إلى اليوم. أن تستهدف إسرائيل 3 مرات مختلفة من 3 جبهات مختلفة هي ربما تعبير نستطيع أن نقول للمرة الأولى بهذا الشكل عما يسمى فلسطينيا، ولدى يعني دول المحور ما يسمى بوحدة الساحات أو مفهوم وحدة الساحات، التي حاولت اليوم على ما يبدو أن تركز على قصف منطقة تل أبيب ووسط إسرائيل تحديدا في 7 أكتوبر. وقد يكون هذا مرتبطا ربما بالذكرى الأولى للسابع من أكتوبر، ويحمل رسالة معينة. التلفزيون العربي.